in stunning views, a few hours away from Erfurt. All factors that contribute to the enrichment of Camelia as a desert tourism destination. Desert of Camelia, located in the east of Morocco. One of the most beautiful parts, which rises the beholder in this country. Sand dunes here are the sea, which does not produce fishes, but produce art and inspiration. صغيرة يعني تتوجد بين الطاوس ومرزوقة، يعني كانت قديما كاين الطاوس ومن بعد كاين الخملية عاد مرزوقة، يعني دوك الناس ديال الخملية هما اللي مشاو لمرزوقة عمرو مرزوقة وتيمارسوا الفلاحة من مرزوقة. يعني في الجفاف صافي، يعني الناس اللي عندهم بحال اللي قلتي ولادهم في المدينة مشاو للمدينة، وكانت واحد الوقيتة الخملية يعني بقات فيها شي 15 دار، الحمد لله ان يعني السياحه جات واحد شويه عاود ثاني بدات السياحه. فاش بدات السياحه كان واحد السيد سميتو حداو بلاد اللي هو عمي، كان تيضرب له جوج، هو اللي بدا في هذا الشيء ديال الجوج الاول، ولكن هو كان تيضرب بوحدو، وكانوا السياح يجيو لهنايا، وكاين الجروب ديال الناس الكبار يعني والدينا كانوا تيديروا داك الشيء ديال الليلات في سميتو في الاوبن، تيديروا لانيماسيون. First year, welcome to Camelia, where you can find, you know, the most famous gnawa in the area. I mean, in Rashidia or in desert of Merzouga. So here we're in dark gnawa, where you can, for example, have a time with people who play the music of gnawa or the music of the Berber or Arabic people who lives in south of Morocco, especially in Khamlia. I mean this music normally it's a big mixture between African music and Arabic or Berber music. We'll be right back.
لنا هما دوك النصارى اللي تيكونوا في مرزوقه ولا في الريصاني، يعني حتى ارفود فاش تيجوا لهنا تيدوزوا مثلا واحد الليله في اي اوتيل تيبروبوزوا عليهم باش يديروا لو تور دي دين ولا يفيزيتيو الخمليه ولا شي حاجه هكذا، وتيجيو تيجيو تيتصنتوا للموسيقى وتيرفع لهم. ولا كاين اللي كيديروا مثلا الدوره ديال الرمله، تيشوفوا الرحاله وتيشوفوا الوازيس وتيشوفوا لولاك ديال المرزقه الا كاينه، وتيديروا لا فيزيت ديال الخمليه اللي هي يعني اللي معروفه بالموسيقى. تيجيو النصارى يعني للموسيقى، فاش تيمشيو للموسيقى كاين اللي تيريزيرفي لهنا وتيمشي للموسيقى، وكاين اللي تيمشي للموسيقى تيجي يتغدى ولا يشرب شي مشروبات، وكاين اللي كيدير الدوره ديال الرمل وتيجيو لهنايا. يعني تندير الماكله ديال سميتو ديال الخمليه، تندير الطواجن وندير القليه وندير يعني البيتزا او المدفونه ديال هنايا، يعني تندير الماكله لوكال ديال الخمليه والحمد لله مزيان. وخدام انا ومراتي انا والزوجه ديالي تندير الكوزين والحمد لله. حلينا هاد لاتولي هذا في القصر ديال الخمليه، ان هي المسقيط ديال الراس ديالي من فين تزدت، وما بغيتش نتخلى على القصر فين نزدت، وفكرنا باش نحلوا هاد المحل هنايا انا والزوجه ديالي، زوجه فرنسيه اللي تعمل حتى هي فنانه تشكيليه، تنتعاونوا بجوج. وكانت الفكره عندي من الاول ان نحل واحد المحل مثلا، يا يكون ربما يكون صغير يكون كبير، نحل واحد المحل هنايا باش حتى حنا نساهموا بالدور ديالنا في تعريف، نعرفوا بالمنطقه ديالنا البلايص اخرين والسواح اللي تيجي، وكذلك ان تنخدموا مثلا على مجموعه من المواضيع ك قناوه خمليه اللي شاركت بها في معرض الرشيديه، وكذلك مجموعه من لوحات تشكيليه على الموسيقى الصحراويه اللي شاركت فيها في فرنسا. Find, for example, people who play with big tambours or canberra or different instruments like djembe or other things like castanet. And we make this place especially, you know, to give, you know, the real, you know, meaning for the gnawa in this area. I don't mean, you know, the gnawa in other places in Morocco, like in Marrakech or Fez or Essaouira. This is other things, you know. Each songs, for example, have things, you know, to say. There is songs talks about certain woman or man who have a story in this time where we have been here in this area. And there is other special songs for trance music.
الله.